ونقول الو. الو. ايوه مساء الخير. مساء النور. ازيك يا سعد؟ الحمد لله تمام. اتعرف بيكي؟ اسمي جهاد. جهاد كم سنه؟ 22. مرتبطه جهاد؟ اه مخطوبه. مخطوبه عن حب؟ قصه حب 6 سنين. طيب جميل. بقالك قد ايه مخطوبه جهاد؟ لسه السنه دي. طيب بعد قصة حب 6 سنين حصل مشاكل بعد ما اتخطبتوا؟ اه كتير. حاسة ان هو اتغير كتير. ايه اللي حصل؟ اتغير ازاي؟ احنا بنتكلم على الفرصة التانية. ايه انا اللي كنت عملت حاجة غلط يعني وهو اللي اداني فرصة. ايه هي الحاجة الغلط؟ هو بالنسبة له قال لي ما ينفعش ان انا اكلم ولاد حتى لو صحاب على الفيس على النت اي حاجة. فكنا بعدنا فترة كده سنة تقريبا عن بعض. كان اهلي ما كانواش موافقين واهله كمان ما كانواش موافقين. وبعدين في السنه دي انا كنت طبعا ما كنت زي حد اتكلم معايا ما كانش ليا اصحاب كده يعني. بس اعرف على العزيز واكلمهم بس كان صداقه بس مش اكتر. هو كان قال لي قبل كده ما ينفع. وبعدين لما رجعنا لبعض تاني هو عرف الموضوع ده. وطبعا هو يعني حصلت مشاكل بس موضوع كتير. قال لي انا سامحك على كل حاجه وعندك فرصه تانيه بس ما تعمليش حاجه تانيه غلط. قلت له اوكي ماشي. وبعدها حاولت انا اقنع اهلي واقنع اهله والحمد لله تمت الخطوبه. جميل. دايما بحس ان هو بيشك فيا لو شاف مثلا اي بنت بتعمل حاجه وحشه بيطبقها عليا انا ويزعل مني انا حتى لو انا ما عملتش حاجه. فانا مش عارفه ارجع الثقه دي تاني ازاي. انا دلوقتي الحمد لله ما بعملش اي حاجه غلط. طيب تعالي اقول لك لما بنيجي نبني عماره بنبنيها في قد ايه؟ ممكن تاخد 9 شهور 10 شهور على حسب الناس اللي بتشتغل في المقاولات. تقول لي تاخد سنه. في ناس بتبني في اكتر على حسب الموضوع على حسب حجم المبنى اللي بيبنيه. طيب. الحب ده عامل مش زي العماره، عامل زي البرج. مبنى ضخم جدا بيقعد يتبني في سنين. كل موقف بيعدي علينا في حياتنا وكل حكاية وكل قصة وكل يوم وكل تليفون وكل حدوتة بتبني بتعلي البرج ده طوبة. لما نيجي في يوم من الأيام ونقوم رابطين ديناميت على عواميد المسلح بتاعت البرج ده من تحت ومطربقينه بيتهد في دقيقة عقبال ما يتطربق كله على بعضه عشان ترجعي تبني البرج ده من أول وجديد. وصاحب الأرض يرضى انه يشيل الردش ده كله ويبني نفس البرج تاني، ما يفكرش يغير المبنى ويبني حاجة جديدة. هنشيل الردش وننظف ونرمي ونحفر ونرمي اساسات ونرجع نبني، هناخد سنين تاني. عشان ترجع الثقة دي لازم ما يكتشفش انك بتعملي اي حاجة غلط تاني ولا من قريب ولا من بعيد. ولازم تتحملي عدم ثقته فيكي. ليه؟ علشان انت اللي غلطتي. لازم تتحملي لحد ما توصلي لمرحلة انك تحسي انك وفيتي بكل اللي عليكي، ما عملتيش حاجة غلط، ما بتعمليش حاجة غلط خالص. ولما تلاقيه مش شاكك فيكي بقى في الوقت ده انبسطي. انما لو شك فيكي قولي لا نقف بقى، انا بقالي سنين ما عملتش حاجة وبتحاسب على غلطة صغيرة جدا كنت بعملها بهياف البنات، ما ينفعش تحسبني عليها طول العمر.